المريض اللي عنده مشكلة خاصة بضعف الجنسية بيبقى عنده حالة أولا من الإحساس بالخجل، ثقافة بتاعت الشرقيين كده، وممكن ما يروحش يكشف عشان عنده الإحساس ده. بعض الناس أحيانا بيكون عنده أعراض شديدة جدا، أعراض بس زي ضعف مثلا، البول ضعيف، بيقطع، حرقان شديد في البول، فطبعا هو ما بيقدرش إن هو يقيم علاقة جنسية سليمة. إيه معنى كلمة فقدان أو ضعف رغبة جنسية؟ غياب الرغبة الجنسية من الحاجات اللي هي ممكن تأثر على الزوج والزوجة، يعني ده بيثمرت بيصيب الراجل وبيصيب الست الاثنين. أسباب ضعف الرغبة الجنسية أسباب كتيرة جدا، حضرتك عارف طبعا دايما بنقسمها لحاجتين، حاجة اسمها أسباب نفسية وأسباب عضوية. معظم الناس طبعا عند سن ال 45 سنة أو ال 50 سنة بيحصل تضخم في البروستاتا، لما يحصل تضخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول وبالتالي المريض بيبدا يشتكي. نبقى الاول عارفين يعني ايه ضعف انتصاب، فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدره على حدوث الانتصاب، يعني واحد ممكن يجي ان هو ما عندوش انتصاب خالص، ممكن واحد يجي يقول والله لما اجي اقرب للزوجه ما يبقاش في انتصاب، طالما فقد القوه والصلابه ده معناه عنده ضعف انتصاب. في شباب كتير بيشتكي من صغر حجم العضو الذكري او بمشكله تبقى هاجس في دماغه. هو الحقيقة طبعا ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العيادة، ناس كتير جدا، يمكن اكتر رسائل بتجينا على الصفحة عندنا على الفيسبوك واكتر رسائل بتجينا على الواتس والويب سايت بتاعنا هو تكبير العضو الذكري. هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا، ده هرمون الذكورة ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الذكري، بيحافظ على النشوة، بيحافظ على القصف، بيحافظ على الإحساس نفسه بتاع العضو الذكري. موضوع سرعة القصف من المشاكل الشائكة جدا ومن أكثر الاضطرابات الجنسية شيوعا، وده بسبب الحرج. المفروض إن الدم بيسري من الخصية في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس. علميا بقى إن لو طفل عنده تبول الأراضي ممكن يكون عنده تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي أو العيلة أو والد أو الوالدة عنده تبول الأراضي. 90% من الناس بيعملوا كله مش حاجة واحدة منه، تدخين وقهوة وأكل سريع وفاست فود ووزن زيادة ونوم قليل وأفلام غلط على النهاية. الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر. اهلا بيكم. النهارده حوار مثير للغايه، وخصوصا لما اقول لكم ان عنوانه ان خصوبه الرجاله اكيد في خطر، خطر نتيجه اولا اسباب معينه كده بدات تاثر حتى في الكتب، بدات الحيوات المنويه التعداد الطبيعي ليها يقل في الكتب، ده معناها انه متوسط بدا يتاثر. طب ايه اللي حصل في الحياه؟ اولا في أنماط حياتية معينة الناس بدأت تعملها أثرت على خصوبة الرجالة، من ضمنها أكلات المطاعم السريعة دي بتأثر كتير على خصوبة الرجل، السمنة وانتشارها بتأثر، التدخين. تقول لي التدخين ما موجود من زمان، بس وسائل التدخين دلوقتي بقت متعددة. زمان كانت الناس بتشرب سيجارة، دلوقتي بقى بيشربوا سيجارة، ما شربوش سيجارة يشربوا شيشة، ما شربوش شيشة يشربوا البتاع الإلكترونية، ما شربوش البتاع الإلكترونية يشربوا فايب. ده حاجات كتيرة قوي قوي بقت من وسائل التدخين. التعرض للمواد الكيميائية والملوثات اللي موجودة في حاجات كتير، مثبتات الشعر، الحاجات اللي هي مزيلات رائحة العرق، الملوثات الموجودة بقى في المواد الصناعية اللي موجودة اللي بتمشي في المية، كل ده في منتهى الخطورة. الحاجة بقى اللي زادت قوي في الزمن ده الضغط والتوتر. التوتر النفسي بقى شيء مزعج للغايه، فبقى ياثر كمان. هتقولي لي هو التوتر النفسي بياثر على الخصوبه؟ طبعا بياثر على الغده النخاميه، ده ساعات يوصل انه التوتر بس ده
اكتر في البنات، اكتر في البنات اللي عندهم مثاليه قوي حاله اسمها انوركسيا نيرفوزا، ان تتعرض لصدمه عصبيه الغده الرقبيه ما تشتغلش خالص، تقف مره واحده عن الشغل. في الراجل تحصل بس نادره شويه. تعالوا النهارده نفهم ونقرب، هل هي خصوبه الراجل فعلا في خطر ولا انا بقول كلام يعني علمي بس مش على واقع؟ ما هو الكلام العلمي هيبقى له واقع، لا ده احنا هنشوف تطبيق هذا الكلام النظري قصدي على الناحيه العلميه الاكلينيكيه على المرض. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم يعني الذكوره وفي عالم علاج او التعامل مع الضعف الجنسي وتاخر الانجاب عند الرجال، الاستاذ الدكتور صلاح زيدان، استاذ جراحات الكلى والمسالك البوليه التناسليه، استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بكليه الطب جامعه الازهر، وعضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه والدولية والمصرية لجراح المسالك الدولية وأمراض الذكورة، الاسم المتميز. أهلا بيك. أهلا تريا. قبل ما أبدأ بكلام هل خصوبة الرجل في خطر؟ هو الحقيقة الفترة الحالية دلوقتي طبعا أصبحت الخصوبة في خطر طبعا بالاستخدام الخاطئ لبعض الحاجات، منها التدخين، السمنة، وبرضه بضم صوت لصوت حضرتك برضه في موضوع الأكلات السريعة والجنك فودز والحاجات اللي هي الوجبات المشبعة بالدهون، الموبايلات طبعا استخدام الموبايلات دايما بتبقى معظم الناس بتحطها في البنطلون، اللابتوب ناس دايما بتحطها طبعا على رجليها، كل الحاجات دي طبعا بتأثر على الخصية، بتسخن الخصية وبالتالي بتؤدي الى ضعف او انتاج الحيوانات المنوية. ايه معنى كلمة عقم عند الرجل؟ هو الحقيقة موضوع العقم ده يعني هو اتغير شوية دلوقتي، احنا بقينا بنسميه تأخر انجاب، لان احنا هو دلوقتي بقى المصطلح الافضل لموضوع العقم عند الرجال، يعني لان احنا لقينا حاليا دلوقتي او في الفتره الحاليه لقينا بعض الناس اللي كانش لهم امل او ما كانش لهم امل في الانجاب بدا يبقى لهم امل، زي الناس اللي كان عندهم ضمور في الخصيه، الناس اللي عندهم مشاكل وراثيه بدا يبقى لهم حلول، وطبعا زي التفتيش عن الخصيه على الميكروسكوب والحاجات دي، فبدا الناس دي حاليا ما كانش لهم امل قبل كده فكنا بنسميه عقم، لكن حاليا دلوقتي بنسميه تاخر انجاب. التحليل السائل والحقيقه تاخر الانجاب برضو معلش يعني بالنسبه لتاخر الانجاب هو تعطلوا التعريف من قبل الجمعيات، وكل الجمعيات اتفقوا على ان التعريف بيكون هو عدم القدره على حصول حمل في خلال سنه من العلاقه الجنسيه المنتظمه وعدم استعمال وسائل منع حمل، بمعنى ان احنا المفروض بنبدا ندور على الحمل بعد سنه بس بشرط يكون في علاقه جنسيه منتظمه، الزوج موجود، الزوجه موجوده، علاقة منتظمة، الزوج مش مسافر. لكن التعريف ده برضو ليه استثناءات شوية، والاستثناءات دي يعني مثلا لو سن الزوج أكتر من 30 سنة مش هنستنى سنة، الزوج مثلا لو كان متجوز قبل كده وسبق له يعني ما حصلش إنجاب مش هنستنى سنة، الزوجة نفس الكلام طبعا. وفي بعض الناس برضو بتخلط شوية ما بين القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية. طبعا مش معنى ان الراجل مثلا مخلف قبل كده ان هو خلاص بقى ما عادش عنده مشاكل، الراجل لو هو اداؤه سليم بيترجم ده ان هو خلاص ان هو بالنسبه للانجاب كويس. بعض الناس برضو لو هو القصف عنده كويس بيترجم ده ان هو خلاص ان هو بالنسبه له القدره على الانجاب كويسه. وطبعا الزوجه بتبقى متهمه شويه في الفتره دي، الزوجه متهمه ان هي اول ما بيبداوا بيروح لدكتور النساء يقول لها اكشف انت الاول، فروح لدكتورة النساء بتبدأ مع الزوجة، وده خطأ شائع كبير جدا. إن احنا المفروض بنبدأ بالزوج، لأن الزوج سهل وبسيط والاطمئنان عليه بيبقى سهل، إن أنا بعمل تحليل سائل منوي. فزي ما حضرتك بتقول كده تحليل السائل المنوي في وبيدخل في التعريف عشان يعني بالظبط أعتقد إنه جزء يعني من التعريف، جزء من التعريف إن احنا بنبدأ نقيم الراجل بتحليل السائل المنوي. وطبعا التحليل السائل المنوي اتحط له يعني اتحط له معايير. فالمعايير بتاعته حاليا كان زمان او في سنه 2000 سنه 1000 سنه 99 كان العدد 20 مليون، الحركه بتبقى 50%، في حاجه اسمها الحركه A وحركه B. دلوقتي بقينا ما فيش حاجه اسمها A وB، بقت حركه هي كلها اسمها رابيد بروجريسيف او الحركه السريعه. طبعا هو بدا يتغير على مدار السنين اللي فاتت، كانت الارقام عاليه جدا بدات كده تنزل لغايه ما وصلت ان العدد في سنه 2010 منظمة الصحة العالمية حطت معايير ثابتة، العدد بيكون 15 مليون، الحركة فوق 32%، نسبة التشوهات على عكس المتوقع من الناس 96% تشوهات، ده عادي مفيش فيه مشكلة خالص، يعني 4% بالظبط 96 يعني 4 مطلوب منه 4% طبيعي.
وطبعا زي ما حضرتك عارف السائل المنوي ده بيتكون طبعا من كذا حاجه، يعني اللي هو في حيوانات منويه دي بتطلع من الخصيه، في سائل البروستاتا ده بيطلع من غده البروستاتا بتشارك بحوالي 30%، الحويصلات المنويه بتشارك بحوالي 70%، والباقي بيطلع من الغدد اللي هي المحيطه بمجرى البول. ده التوصيف بتاع سائل منوي. سائل منوي بس طبعا لما نيجي نعمل تحليل سائل منوي في شروط. في شروط بالنسبه للزوج، يعني مثلا المفروض بيبقى اقل حاجه ما يبقاش فيه جماع من 2 ل 7 ايام. يعني اليوم من نبدا التحليل من ثالث يوم وما يزيدش عن 7 ايام. احنا دايما مش بنعتمد على تحليل واحد، المفروض بنعتمد على اكتر من تحليل، فرض على الاقل تحليلين او 3 في معامل مختلفه بين كل تحليل حوالي شهر، عشان وبرده معامل مختلف عشان تفادي الخطا البشري. المفروض نعمل التحليل في المعمل ما يبقاش في البيت، ولو هيعمله في البيت المفروض بيوصله للمعمل في خلال ساعه، ويوصله في درجه حراره الجسم ما يبقاش معرض للهواء، لان هو ممكن يتاثر بالتعرض للشمس، تعرض للهواء والحاجات دي. طبعا برضو نفس التحليل ما يبقاش يعني يبقى وعاء بلاستيكي معقم، ما يبقاش مثلا انا جايبه من البيت في ازازه او حاجه، لا لازم انا باخد حاجه من المعمل ويكون الازازه دي معقمه او الاناء البلاستيكي ده يكون معقم. دي الشروط دي مهمه جدا الحقيقه. ايه اسباب تاخر الانجاب عند الرجال؟ والحقيقه اسباب تاخر الانجاب دي كبيره جدا، يعني احنا بس يعني هنحاول نلخصها كده. حضرتك عارف الخصيه، لو حطينا الخصيه في الوسط في حاجات بتتحكم في الخصيه زي الغده النخاميه، الهايبوثالاموس، دي بتفرزوا 2 هرمون، هرمون الاف اس اتش وهرمون ال اتش. الاف اس اتش ده مسؤول عن تكوين الحيوانات المنويه، وبالتالي بينبه خلايا السيرتولي سيلز نطلع هرمون ان هي بتطلع بتنبه الخلايا لتكوين الحيوانات المنويه زي حضرتك باين في الشاشه كده. وهرمون الثاني بيطلع برضو من الانتيريو بيتويتري او الفص الامامي للغده النخاميه اللي هو ال اتش، ده بينبه خلايا بتطلع هرمون الذكوره، هرمون التستوستيرون. فبالتالي طبعا دول لهم دور كبير جدا، هو بينبه لو حصل اي خلل هرموني في الغده سواء تعرضها بقى لاورام، تعرضها لاشعاع او عمليات، بيؤدي الى ان الخصيه نفسها ما بتنتجش. ممكن السبب يكون في الخصيه زي وجود دوالي خصيه، ممكن بعض الناس اللي عندهم التواء في الخصيه، بعض الناس اللي هم بيتعرض لحراره عاليه جدا، مشاكل في الشريان المغذي للخصيه، او اشهر سبب هو دوالي الخصيه. بعض الناس بقى في اللي هو ما بعد الخصية، يعني في أسباب ما بعد الخصية زي مشاكل في قنوات القصف، ممكن مشاكل في العلاقة الجنسية نفسها، ممكن مشاكل في الوقت، يعني ما بيحصلش جماع في وقت العلاقة، في الوقت اللي هو في وقت التبويض، أو مشاكل في القصف زي الناس اللي عندهم قصف مرتجع. كل دي طبعا أسباب بتؤدي إلى تأخر الإنجاب. دوالي الخصية بقى نتكلم على، أعتقد ده من الأسباب الهامة جدا. الحقيقة دوالي الخصية من الحاجات اللي هي المهمة، هو يعتبر أشهر سبب بيأثر على الخصية في الإنجاب، وأشهر سبب ممكن نعالجه. طبعا حضرتك عارف دوالي الخصية عبارة عن تمدد في الأوردة المحيطة بالخصية، وده بيؤدي إلى تسخين الخصية أو بيخلي إنتاج الحيوانات المنوية ضعيف. أحيانا بيؤدي إلى خلل هرموني، ممكن يؤثر على الشريان المغذي للخصية. ممكن طبعا برضو رجوع الدم، في حضرتك عارف برضو بيحصل ارتجاع من الوريد على الخصية، فرجوع الدم بيبقى محمل بالفضلات، وبالتالي بيؤدي إلى أن الخصية نفسها تسخن وإنتاج الحيوانات المنوية بيبقى ضعيف. أحسن حل في دوالي الخصية هو العلاج بالميكروسكوب، هي عملية جراحية بنعملها بالميكروسكوب. فايدة الميكروسكوب أن احنا بنبدأ ننقي الأوردة الكبيرة اللي هي فيها مشاكل، ونبدأ نربط، اسمها عملية ربط الأوردة. طبعا بيبقى مشكله اللي كنا زمان بنعملها بالعين المجرده، العين المجرده دي كنا بنسيب اورده كتيره جدا، لكن بالميكروسكوب ده بيؤدي الى ان انت بتنقي الاورده، بتحافظ على الشريان المغذي للخصيه، بتحافظ على الوعاء الناقل، وبالتالي دي من احسن عمليات او احسن التقنيات الموجوده حاليا. تفسير ما معنى كلمه دوالي واحنا شايفين صوره الدوالي؟ يعني هو الصوره دي علميه واضحه جدا جدا، بتشرح خصيه سليمه وخصيه غير سليمه. تمام. وطبعا الدوالي عباره عن تمدد واطاله في الاورده. حضرتك عارف طبعا ان كل اي عضو في الجسم ليه شريان وليه وريد. الشريان بيغذي العضو نفسه، والوريد بياخد الدم بيرجعه في اتجاه القلب. المفروض ان الدم بيسري من الخصيه في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس. لو حصل اي تمدد او اطاله في الاورده الموجوده، الصمام ده بيحصل فيه مشكله. ممكن يكون سبب خلل في الصمام، ممكن يكون بسبب نقص في الصمام نفسه، وبالتالي الدم بيرجع على الخصيه. رجوع الدم على الخصيه ده بيخلي الدم يركن جنب الخصيه، وبالتالي انتاج الحيوانات بيسخن الخصيه، بيرفع درجتها، لان ربنا خلق الخصيه بره الجسم عشان درجه حرارتها اقل من درجه حراره الجسم. وبالتالي لما بتزيد درجه الحراره دي بيئه غير صالحه لتكوين الحيوانات المنويه.
السؤال بقى، العملية أسهبت أنت حضرتك في قيمة الميكروسكوب، ليه الميكروسكوب أصبح بهذه القيمة؟ الميكروسكوب الحقيقة لأن هو بيكبر. إحنا كانت مشكلة الدوالي الخصية ليها بعض المشاكل. أول حاجة مشكلة رجوع الدوالي، وناس كتير تقول لك يا دكتور، أول حاجة يا دكتور هي الدوالي بترجع تاني، طب أنا هعملها تاني. الحاجة التانية ضمور الخصية، كنا بنشوف بعض الناس ما بتعمل عملية بيصاب بضمور الخصية بعد عملية الدوالي. بعض الناس بيصاب بالقيلة المائية أو ارتشاح مية حوالين الخصية. فايدة الميكروسكوب إن هو بيكبر، فلما بيكبر الفيلد اللي قدامي ببدأ أنا أشوف أوردة أنا ما كنتش شايفها قبل كده. فبالتالي أنا بنحاول في شريان ماشي جنب الخصية أو ماشي جنب الوعاء الناقل، الشريان ده هو المغذي للخصية. في بعض الناس زمان كانت بتعمل حاجة اسمها ماس لايجيشن، يعني جي رابط الأوردة فصل الوعاء الناقل ورابط كل الأوردة كلها مع بعضها، فطبعا ما بيشوفش الشريان. فالشريان ده مهم جدا، يعني دي منطقة خطر، احنا بنعملها حاجة اسمها منطقة تحت الإرابية، المنطقة دي خطر جدا، وربط الشريان في المنطقة دي طبعا بيسبب مشاكل كبيرة. فبالتالي كان في أوردة بتتساب، ده بيؤدي إلى رجوع الدوالي. ربط كون إن أنا أسيب الشريان طبعا ده بيغذي الخصية، وبالتالي فايدة إن الخصية نفسها بتبقى كويسة وإنتاج الحيوانات المنوية بيبقى كويس. تاني حاجة في حاجة اسمها الأوعية الليمفاوية، الأوعية الليمفاوية دي احنا بنحاول نقلل ربط الأوعية الليمفاوية، لأن الأوعية الليمفاوية لما بتتربط بيحصل حاجة اسمها القيلة المائية، وبالتالي المريض بعد كده بيدخل تورم، هيحصل في تورم وبعد كده ممكن يحتاج عملية اللي هي القيلة المائية. إذا الميكروسكوب حل المشاكل. طبعا الميكروسكوب طبعا من الحاجات المهمة جدا الحقيقة في مجال الذكور عموما. عندما يأتيك مريض أو يعني شخص، مش نقول مريض، هو بيعاني من تأخر إنجاب، إيه الخطوات اللي بنمشي عليها على الجايد لاين في تشخيص او التعامل مع هذه الحاله؟ الحقيقه هو طبعا التشخيص بيبقى مهم، لان احنا اول حاجه التاريخ المرضي طبعا، والزوج والزوجه يعني لو يستحسن هم يكونوا موجودين، لان احنا بنبدا ناخد تاريخ مرضي من الزوج، تاريخ مرضي من الزوجه، طبيعه العلاقه الحميميه بين الاثنين، هل فيها مشاكل ولا لا، هل الزوجه بتستعمل تشطيفات قاتله للحيوانات المنويه ولا لا، وقت الجماع نفسه، هل في جماع في وقت التبويض ولا ما فيش، سن الزوجة بيفرق معانا، هل الزوج عمل عمليات قبل كده ولا ما عملش، لان ممكن يكون عمل عمليات قبل كده واثرت على الخصية، زي الناس اللي عملت مثلا خصية معلقة او عمليات جراحية بتؤدي الى انسداد في الحبل المنوي. الحاجة التانية اللي هي الفحوصات، الفحوصات طبعا زي ما احنا اشرنا من شوية على تحليل السائل المنوي، الى الفحوصات المعملية، تحليل السائل المنوي، تحليل الهرمونات، قد نحتاج بعض الاحيان تحليل الكروموزومات او تحليل الماده الوراثيه. ودلوقتي حاليا في ماده كده اسمها الدي ان اي، دي برضو بتشارك لحد كبير دلوقتي وبدات تحل مشاكل، اسمها الدي ان اي فراجمنتيشن اندكس. بعد كده الاشعاعات بقى بتبقى مهمه جدا، اشهرهم اشعه الدوبلر، دي اللي بنعملها على الخصيه، بتشخص دوال الخصيه، بتشخص معدل رجوع الدم، قطر الوريد قد ايه، هل هي على ناحيه واحده ولا ناحيتين. احنا بنحتاج اشعه اسمها اشعه موجات صوتيه من خلال الشرج على القنوات المنويه، احنا بنحتاج اشعه رنين. ومن ضمن الحاجات المهمه قوي في التشخيص اللي هي حاجه اسمها عينه الخصيه، في بعض الناس اللي هم عندهم صفر الحيوانات المنويه او الناس اللي عندهم مشاكل في الانجاب بسبب ان ما فيش حيوانات منويه، حاجه اسمها ازوسبيرميا. وكلمه ازوسبيرميا او صفر الحيوانات المنويه دي معناها عدم وجود الحيوانات المنويه حتى بعد عمليه الطرد المركزي، يعني بنعمل حاجه اسمها سنترفيوجيشن، بنحاول ندور على الحيوانات المنويه بدقه. ودي بيكون لها سببين، السبب الاول يا اما مشكله في الخصيه او مشكله ما بعد الخصيه، يعني الخصيه نفسها ده المصنع، ده اللي بينتج الحيوانات المنويه، فلو المصنع ما بينتجش لسبب ما، الخصيه فيها ضمور، الخصيه تعرضت لاشعاع، تم ربط الشريان اللي هو مغذي للخصيه، او في عمليات قبل كده، فطبعا الخصيه ما بتنتجش، وبالتالي بيبقى العيب في المصنع. او دي عينه الخصيه، دي عينه الخصيه، فدي بنشخص بيها الخصيه. زمان كنا بنعمل حاجه اسمها عينه من الخصيه، حاليا دلوقتي بنسميها التفتيش بالميكروسكوب او المسح الميكروسكوبي للخصيه. بمعنى زمان كنا بناخد عينه وبنحللها، بتاخد من اي حته في الخصيه جزافيه كده. ده دور بقى الميكروسكوب دلوقتي. الميكروسكوب احنا بنقسم الخصه لمناطق، بنبدا نكبر الفيلد بالميكروسكوب، بنبدا نقسم الخصه لمناطق معينه بحيث ان احنا ما نسيبش حته معينه بندور فيها على الحيوانات المنويه، وبالتالي ما بنفوتش فرصه على المريض، ممكن نبدا بالخصه الاولى ما لقيناش فيها بنبدا بالخصه الثانيه، بنجمد الحيوانات المنويه دي عشان بعد كده بنحتاجها في موضوع الحقن المجهري. لو احنا ما لقيناش حيوانات منويه بنبدا نعرف الطور المتوقف عنده الحيوانات المنويه، يعني لان الحيوانات المنويه بداخل الخصه بيمر بكذا طور، فبنعرف الطور المتوقف بكذا عنده، مستوى، بكذا تطور يعني. بالظبط. فبنبدا نشوف الطور المتوقف عنده، احيانا بندي المريض علاج لمده 6 شهور وبعد كده بنرجع نعمل عينه خصه تاني. حضرتك قلت كلمه مخيفه، العوامل الوراثيه
قد تكون موجوده في سبب من اسباب تاخر الانجاب. وطبعا طبعا العوامل الوراثيه من الحاجات المهمه تخوف. جدا هي تخوف علشان نتائجها، يعني الناس بدات تخاف من النتائج بتاعتها. هو اشهر الحاجات الوراثيه دلوقتي هو مرض كلاينفلتر او متلازمه كلاينفلتر. حضرتك عارف متلازمه كلاينفلتر دي عباره عن خلل في الكروموزومات نفسها، وفي حاجه اسمها اكسترا اكس، يعني في حضرتك عارف الطبيعي الراجل اكس واي والست اكس اكس او اكس اكس او اكس 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 واي، هو ده في اكسترا اكس، في اكس زياده. والفكره هو الكلاينفلتر هو حاجتين، في اللي هو البيور اللي هو الطبيعي والموزايك تايب. الموزايك تايب ده فيه خلايا سليمه، وبالتالي احنا لما بنعمل احيانا عينه للخصيه للمريض ده احيانا بنلاقي حيوانات منويه، ممكن يكون بنسبه قليله بس طبعا يعني بقى له امل على الاقل، لان هو ممكن نلاقي حيوانات منويه نعمل منها حقن مجهري. اذا هناك في الموزايك تايب في امل، في امل ان احنا نلاقي طبعا بس بنسب معينه، مش كل الناس ممكن نلاقي. الناس اللي بتلعب بتروح الجيم بتلعب بودي بولدنج بتلجأ احيانا الى هرمونات، يعني انا في صديق ليا جاي مره بيقول لي بالحاجات الخطيره جدا، الكوتش قال له هديك هرمونات وهو سنه قدنا، فدي كارثه يعني. وطبعا يعني معظم الناس اللي بتروح الجيم بيبداوا بحاجات معينه كده، هو المدرب نفسه اللي بيديها له، هو بيروح جايبها حتى من الصيدليه او باشراف دكتور. الحقيقه ان الحاجات دي بيبقى فيها غنيه جدا بالهرمونات، الهرمونات دي بيبقى فيها هرمونات ذكوره، لما بنا بياخد هرمونات ذكوره بكميه كبيره جدا دي بتعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، يعني بتخلي هرمون اللي هو منبه للخصه يقل، وبالتالي انتاج الخصه اللي كانت بتطلع هرمون التستوستيرون بدات ان هو بتاخده من بره، فمش هتطلع الهرمون بتاعها، فبالتالي ده بيؤدي الى ان الخصه نفسها يحصل لها انهبيشن، ان هي تبدا تقل، ما تنتجش حيوانات منويه، يحصل لها احباط. احنا احيانا بنلاقي ناس ازوسبرمي، يعني في ناس بتاخد الهرمونات دي لمده طويله جدا، وبالتالي عين ازو يعني ما فيش حيوانات منويه خالص، بنفاجئ ان هو يجي يتجوز بيجي يعمل بعض الفحوصات قبل الجواز بنلاقي صفر حيوانات منويه. فطبعا في بعض الادويه ممكن تاثر، الناس بقى اللي هم مثلا بيتعرضوا للعلاج الاشعاعي، الناس اللي بتاخد ادويه مثلا ادويه كيماوي، حاجات زي كده، طبعا دي من الحاجات برضو اللي تاثر. يعني قبل ان نذهب واقعيه التعامل مع الخلايا الجذعيه او الامال اللي بنحلم بيها، الواقعيه دلوقتي الواقع ايه، وعندنا امال ان الخلايا الجذعيه ممكن تعمل ايه في المستقبل؟ وطبعا موضوع الخلايا الجذعيه ده من الحاجات الشائكه شويه في الفتره دي، يعني هو الخلايا الجذعيه، بس خلينا نعرف الاول يعني ايه الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه ده هو الخلايا المكونه للجسم، هي ليها حاجتين، حاجه اسمها او بنقسمها لحاجتين، خلايا جنينيه وفي حاجه اسمها خلايا بالغه. الخلايا الجذعيه فيها ميزه كبيره جدا ان هي قابليه الانقسام الى ما لا نهايه. الميزه الثانيه ان هي ممكن تتشكل بشكل الخليه اللي هي اتحطت فيها، يعني مثلا انا زرعتها في القلب تتشكل بشكل القلب، حطيتها في الكبد تتشكل بنفس الخلايا. هو حاليا دلوقتي بدانا نتكلم على موضوع الخلايا الجذعيه، ان هي دي عباره عن خلايا بناخدها من نخاع العظام، وبالتالي بناخدها اكتر من تجويف الحوض، لان التجويف الحوض بتاعه بيبقى كبير شويه، بتتحط في جهاز تقريبا 10 ايام وبعد كده بتتاخد بتتحقن في الخصم. هي للاسف لسه ما زالت تحت التجارب، يعني احنا ما فيش دوكيومنت او ما فيش كلها دراسات بتقول ان هي هل فعلا جابت نتائج ولا لا، الى الان هي دراسات وهي لسه في مرحله الشكل، بس هي طبعا امل كبير، يعني ممكن ربنا يسهل بعد كده ممكن يعني يبقى لها نتائج كويسه. هي لسه تحت التجارب، لسه كلها اكسبيرمنتال يعني تجريبيه، هو ما نقدرش نطبقها يعني حاليا دلوقتي ما نقدرش نطبقها لان هي كلها ما زالت تحت تجريبيه. بالظبط تجريبيه، عشان محدش يخدع حد يقول له انا هعمل لك علاج بالخلايا الجذعيه عشان اطلع لك حيوانات. هي مشكله ان انت يعني او انت هتعمل حاجه زي كده يبقى في ضوء تجارب، بيبقى في مكان ريسيرش، مكان بحثي، مكان بحثي بالظبط. يعني جامعه كليه طب مش عارف ايه. برضه في من ضمن الحاجات برضه اليومين دول موضوع الجلسات، موضوع الجلسات على الخصيه، في ناس كتير بتلجا لموضوع الجلسات على الخصيه. هو الان مفيش حاجه اسمها جلسات على الخصيه، في ناس علاج بالطاقة، علاج بالموجات، لغاية دلوقتي مفيش حاجة في الجايد لاينز أو حاجة أساسية بتقول إن الحاجات دي موجودة، فبالتالي إحنا بس يعني ناخد بالنا من الجزئية دي. نورتنا وشكرا دكتور أيمن. ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحات الكلى والمسالك البولية والتناسلية، واستشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والدولية المصرية لجراحي المسالك البولية وأمراض الذكورة، الاسم المتميز في هذا المجال، كان ضيفي في واحدة من حلقاته المميزة جدا. يبقى تأخر الإنجاب قصة مثيرة بين قوسين مهم جدا، فيها ان نلجا اولا للاساليب العلميه الحقيقيه اللي قد تؤتي ثمار
أو بمعنى أصح أمشي على الأساليب العلمية المقنعة المنطقية الأبروفد الموافق عليها من كل الدوائر العلمية. أما بقى الحاجات اللي فيها تخاريف وفيها كده، خلي بالكم إن النصب في الحتة دي واللعب بأمال وطموحات الناس وأحلامهم في إن يكون عندهم طفل بيصل إلى مستوى بين قوسين النصب، وده خطر كبير جدا، وأعتقد أجهزة الدولة منتبهة جدا لهذا الأمر وبتحاربه بقوة شديدة. خليكم على الناس الحلوة.